بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نرحب بكم في التشابتر رقم 8 وهو بعنوان الإيموشنز أو المشاعر. طبعا جزء كبير جدا التي تدل على الحالة النفسية للإنسان هو المشاعر التي يشعر بها، مشاعر الغضب والفرح والسعادة والخوف. كل هذه إيش؟ مشاعر مرتبطة بتفكير هذا الإنسان وما يعتقد به. تعريف الـ emotions defined as patterns of reactions، هي أنماط من ردات الفعل that include physiological and bodily change. هذه الأنماط من ردات الفعل تشمل التغيرات الفسيولوجية التي تحدث للجسم and bodily changes والتغيرات الجسدية التي تعبر عنها السلوك expressive behavior and personal experience التي تعبر عن التغيرات في السلوك وخبرات الشخصية. It is express of feeling. طبعا المشاعر هي عبارة عن express of feeling، تعبير عن مشاعرك التي تشعر بها الداخلية، سواء كان شعور بالسعادة أو بالحزن أو بالغضب. Functions of emotions، ما هي وظائف المشاعر أو التعبير عن المشاعر كما عرفناها سابقا؟ إيش وظيفتها التي تخدم بها الإنسان؟ الوظيفة الأولى prepare and motivate the person to deal with the challenges in our environment، يعني تحضر وتحفز أو تدفع الشخص to deal with the challenges، أنه يتعامل مع التحديات في البيئة التي يواجهها. تحضره وتهيئه وتحفزه للتعامل مع هذه التحديات. على سبيل المثال fear الخوف prepares and motivates us، يحضرنا ويحفزنا أو يدفعنا to avoid or escape danger. الخوف ممكن ان هو يحضرنا، حاجة من الاثنين، يا اما نواجه هذه المخاطر or escape او نهرب من هذا المخاطر. هاي ايش؟ الخوف. اثنين alert us to conditions that require adjustments and give us more options، تحذرنا، هذه المشاعر والاحاسيس تحذرنا alert us to condition للحالات that require adjustment التي تتطلب التكيف and give us more options وتعطينا مجال للاختيارات وخيارات أخرى. على سبيل المثال when person is threatened and afraid and afraid، لو كان الإنسان هذا مهدد أو خايف من شيء ما، he may choose، ممكن يختار حاجة من الحاجات التالية to flee يهرب or to fight أو يواجه or to negotiate أو يفاوض. فبالتالي ينبهنا للحالة التي تحتاج منا التكيف أو ضبط الحالة مع أو تعطينا خيارات أخرى مع المهددات التي تهددنا، يا إما الهروب أو المواجهة أو النقاش. من وظائف المشاعر أيضا offer signals to others، تعطي إشارات للآخرين، دير بالك أنا معصب، دير بالك أنا خايف، تدي إشارات للآخرين offer signals to other they reveal، هذه تكشف تكشف we are feeling and how we are likely to behave، يعني تكشف هذه الإيموشنز التي ظهر علينا ما نشعر به، الآخرين يعرفوا مشاعرنا الحقيقية ويتوقعوا سلوكنا. فإذا هناك ثلاث وظائف للإيموشنز. الوظيفة الأولى prepare and motivate person to deal with challenges، تحضر وتحفز الإنسان أن يتعامل مع التحديات الموجودة في المجتمع، أنه هو مثلا يهرب من خطر ما أو يتجنبه. alert us to conditions that require adjustment، تحذرنا أو تنبهنا للمواقف التي تحتاج إلى التكيف، يا إما بالهروب أو المواجهة أو المفاوضات. offer signals to other وتعطي إشارات للآخرين. إذن هذه هي وظائف المشاعر.
نقطة زي ما حكينا إن الإيموشنز لا يشمل أي المشاعر فقط، ولكن يشمل التغيرات الفسيولوجية البادي تشينجز والتغيرات الجسدية التي تحدث. لولا هذه الإشارات الجسدية ما كنا نعرف إيش أنت تشعر. عندما ينتقع وجهك من الحمار، أحمر وجهه، يعني هذا دليل مثلا من الخوف، عفوا، حالة الغضب الشديد. العرق مثلا يدل مثلا على الخوف، الشحوب الوجه يدل مثلا على شيء. المهم التغيرات الفسيولوجية هذه هي التي تعبر عن المشاعر الداخلية. طيب، هو sympathetic nervous system activated، تعرفين الجهاز العصبي التلقائي automatic nervous system ينقسم sympathetic والparasympathetic. لو حصلت activation للsympathetic nervous system ماذا يحدث لكل أعضاء الجسم؟ يمسك عضو عضو، الفاسكولار، في تغيرات في الأوعية الدموية. إيش هيصير؟ هيزيد الإكسبانشن أوف بلاد سبلايز أوف بلاد فيزلز، هتتوسع الأوعية الدموية، leading to skeletal muscle التي تغذي العضلات الهيكلية، to repair muscles for strong muscle action. ما احنا عارفين إنها بدها طاقة لمواجهة أي تغيرات الخطر، سواء كنت بدك تهرب أو تواجه، بدي العضلات تكون أكثر قوة، فبيزيد الإمداد العضلي، الدم للعضلات، فبيحصل expansion للبلود فيزلز اللي موجودة في السكيليتال ماسلز، فبالتالي يؤدي إلى strong muscle action. هيوصل دم كفاية، هيوصل غذاء كفاية، فهيصير قوة العضلة أقوى. يحصل تغيرات في الهرمونز، إيش بيزيد؟ increase epinephrine، الابينفرين secretion، الادرينالين بتزيد، الجلوكاكون اللي بيفرز من البنكرياس حتى يزيد من انتاج السكر to provide more sugar to body energy. يبقى الابينفرين او الادرينالين بيزيد الطاقة والقوة، وكل الاكشنز بيزيد الهارت ريت، بيزيد المسل تنشن، والجلوكاكون بيزيد هرمون الجلوكاكون حتى يزيد من يمد الجسم بالسكر، حتى في حالة الاكتيفيشن للسمباثيك نيرف سيستم محتاجين إلى انرجي. ثلاثة، ريسبيراتوري تشينجز، تغيرات في جهاز الريسبيراتوري سيستم. ايش بيزيد؟ بيزيد الريسبيراتوري ريت والديبث، عمق وزيادة مرات التنفس. سيركولاتوري تشينجز، بيزيد الهارت ريت، يبقى بيزيد الريسبيراتوري ريت وبيزيد الهارت ريت والبلس طبعا بالتالي. فيجوال تشينجز، دايليشن اوف بيوبلز، تلاقي اتسعت حدقه ايش العين. سويت جلاند اكتيفيشن، غدد العرقيه بتحفز. اند انكريز اكسكريشنز اوف سويتس، فبالتالي بيزيد افراز عرق. كونتراكشن اوف ماسلز اند هير اون كان ستاند، فبالتالي كمان حتى البابيلا ماسل الصغيره المسؤوله عن العضله بيحصل لها كونتراكشن، بيقول لك انا شفت منظر مرعب، حسيت شعر جسمه وقف، فعلا بتحس فعلا انه وقف بسبب انقباض البابيلر ماسل الصغيره اللي مسؤوله عن كل ايش شعر. فكل هذه هي التغيرات الفسيولوجيه اوف موشن اللي بتحصل نتيجه الاكتيفيشن للسيمباثيك نيرفس سيستم. طيب العكس الان ايش هيصير؟ هو بريفرال باراسمباثيتك، البي اس طبعا باراسمباثيتك نيرفس سيستم هو عكس تقريبا السمباثيتك نيرفس سيستم. اكتيفيشن اوف بريف باراسمباثيتك نيرفس سيستم ليد تو اوبوزيت، العكس، يعني ريلاكسيشن ريت، كل شيء بيرجع لطبيعته. يعني في الفاسكولار بيقل الدايليتيشن، الهرمون بيقل طبعا افراز الابنفرين والجلوكاكون، ريسبيراتوري ريت بيقل، سيركولاتوري ريت بيقل هو البلس ريت، الدايليتيشن اوف بيوبل بيقل، السويت جلاد بتقل، كونتراكشن اوف ماسلز بتقل، فهو يبعث الى الريلاكسيشن طبعا اذا زال مرحله الخطر. طيب الايموشنز لها عده، في عده انواع من الايموشنز، او نتكلم اول نوع من هذه الانواع الافكت. الافكت طبعا هو تعريفه هو التأثير، لكنه الأفكت هو الحالة المزاجية، تعريف الأفكت هو الحالة الشعورية أو المزاجية للإنسان.
تعريفه it is long standing emotional state، هي حالة من شعورية طويلة. whether pleasurable، سواء كانت هذه الحالة سعيدة or unpleasurable أو غير سعيدة. background from feeling and emotion، يبقى الأفكت هي long standing emotional state، حالة من الإيش المشاعر بس الطويلة. يشمل الفيلينج ايش والاموشن، المشاعر الداخليه والاموشن ايش الخارجيه. طب ما هو الفيلينج؟ الفيلينجز الاحاسيس سبجكت رياكشن تو سام اكسبيرينس، هو رد فعل الانسان او الشخص للخبرات التي تعرض لها، ردات فعلك للاحداث التي تثار من حولك. when we are feeling frustrated، عندما مثلا على سبيل المثال عندما نشعر بال frustrated بالإحباط or anxious أو بالقلق، we say إحنا هنقول إيش؟ my nerves are on edge، يعني أعصابي على الحافة أو واصلة. لما إحنا بنقول بلفظ العربي ابعد عني، أنا واصلة روحي واصلة المنخاري، أو أنا واصل على الحافة أو واصل على حافة الإيش الانفجار. هذا هو إيش الفرق بين الفيلينجز وما بين الإيش ال when we are in overjoyed we say I am flying، لو الواحد يكون في سعادة أو في قمة السعادة حتى إحنا بيقول ممكن نقول أنا حاسس إن أنا طاير من كتر إيش السعادة. فهذا هو إيش المقصود بالأفكت، هنفهمه أكتر من عندما نشرح أنواع الإيش الأفكت. أول شيء إن في flat affect، flat affect وهذا دائما بتلاقيه في مرضى الاسكيزوفرينيا. absence of any signs of expression، ما تفهمش ايش تعبير وجهه، هل يشعر بالسعادة بالحزن بالغضب. فالذي لا تستطيع ان تحكم على مشاعره من تعبير وجهه او من تصرفاته بنسميه هذا الوضع المود flat affect. absence of any signs of expression most commonly seen in chronic schizophrenia، وهذا بنشوفه في مرضى الاسكيزوفرينيا. ان شاء الله هنشرح عن مرضى الفصام في الشخصية، فصام الشخصية في الفصل القادم إن شاء الله في مادة السيكاتريك نيرسك. النوع الثاني من الأفكت هو البلانت أفكت، هيكون عند الإنسان بلانت الكامد أو بور أفكت، يعني إحساس ضعيف. lack of emotional expression، يعني التعبير عن المشاعر بيكون ضعيف جدا. in stimulus، يعني مفروض اشي مبهج جدا مفرح جدا، ممكن كل الناس مبسوطين جدا وانت يا دوب ممكن ابتسامة خفيفة على اشي مضحك كبير. فهذا ايش الواحد بيكون فقير في تعبيره عن مشاعره، فهذا بنسميه blunt affect. النوع الثالث وهو الليبايل affect، وهذا ايضا بنلاقيه في المرضى كبار السن او الخرف اللي عندهم خرف، ريبايل افكت، وهذا هو التنقل ما بين الافكت ما بين السعاده وما بين الحزن. رابيد ابربت سين ان ايموشنال فيلينج سين ان سينايل ديمنشيا، يعني في المرض اللي هو الخرف بسبب السن خرف، اللي ممكن احساس بيكون مره من سعاده والى الى الى غضب او الى خوف. فدائما ايش ليبايل في تارجح، هذا المزاج المتارجح. inappropriate affect المشاعر او المزاج الغير مناسب، هذا بنسميه affect dissociation، يعني في انفصال ما بين الموقف وطبيعته وما بين المشاعر. يعني موقف مضحك ممكن الانسان يحزن، وموقف محزن الانسان ايش يعبر عن السعاده، عشان هيك بنسميه dissociation انفصال. the content and behavior are splitting، يعني المحتوى والسلوك are splitting منفصلات عن بعضها. in mixed state يعني laughing on sad situation او الضحك في مواقف ايش الحزن. اذا عندنا انواع الافكت زي ما احنا شايفين، flat affects اللي هو absence of any signs of expression، فيش اي مشاعر للتعبير عن المشاعر. blunt effect اللي هو poor effect، بيكون lack of emotional expression، التعبير عن المشاعر بيكون ضعيف جدا. لبايل افكت الافكت اللي هو المزاج المتأرجح او المشاعر المتأرجحة، بنشوفها في السينايل ديمينشيا. inappropriate افكت اللي هو افكت ديسوسيشن، في انفصال
عن محتوى الموقف وعن السلوك مثل loving on sad situation. نوع آخر من الاموشنز، تكلمنا عن الأفكس، نتكلم عن المود. كنا عارفين إيش هو إيش المود، اللي هو المزاج أو الحالة المزاجية. مود it is sustained emotion، عبارة عن مشاعر. المود it is sustained emotion، حالة مستمرة من المشاعر، الحالة الشعورية المستمرة. it is sustained emotion range from depressed mood، تتراوح ما بين المزاج المكتئب depressed mood، in depression زي في مرض الاكتئاب، to state elated mood، للإليتد مود، للمزاج الإيش العالي زي ما بيقول الموجود في المانيا. المانيا اللي هو الهوس. فنشوف إيش درجات المود، درجات المزاج. depressed mood المزاج المكتئب، هنلاقي إيش في هنا، psychological feeling of sadness، الشعور النفسي بالتعاسة، found in depression disorder. وهذا الإشي بنلاقيه المود ديبريشن او الموست ديبريست مود موجود في امراض الاكتئاب. هو ليس مره واحده ولكن امراض كثيره وانواع كثيره من انواع الاكتئاب. ديبريست مود. مود سوينجز، هذا اللي يشبه في اللي يشابهها في الافكت، اللي باي الافكت. احنا نقول اللي باي الافكت هو تارجح المزاج ما بين يواجه في المشاعر ما بين السعاده والحزن. المود يوازي الايش اللي باي الايفكت اللي يسموه مود سوينجز او تارجح المزاج، between period of euphoria and depression، نوبات من الايفوريا يعني زي ما نقول السلطنه والمزاج العالي، والديبريشن والاكتئاب. النوع الثالث او سي ايفوريك مود، هذا الايفوريا اللي هو الايش الفوعان خلينا نقول باللغه البلديه، او المزاج العالي، an intense feeling of grandeur يعني شعور عالي بالعظمة أو بالأهمية. هذا بنلاقيه في مرض المانيا، مرض الهوس، هنتكلم عنه في الفصل القادم إن شاء الله. elated mood المزاج العالي المرتفع، effect of gladness شعور بالسعادة، and self confidence والثقة الزائدة. هذا أعلى درجات إيش المود من الجهة الأخرى. يعني عندنا الإكستريمز، يعني الاكستريمز يعني المزاج المكتئب، في الجهة المقابلة المزاج ايش العالي اللي تتمنى. في عنا انواع اخرى من الاكسبريشنز من الاموشنز. نتكلم عن اول نوع ايش الانكزايتي. كلنا عارفين ايش الانكزايتي، اللي هو القلق، feeling of apprehensions from dangers، feelings of apprehensions from danger يعني التخوف أو استشعار الخطر، سواء كان هذا الخطر external which may be external or internal، يعني التخوف ومشاعر أو حدوث توقع الخطر، هذا هو إيش القلق، مش عارف إيش النتيجة. separation anxiety مثلا قلق الانفصال على سبيل المثال، is an anxiety that occur when individual is confront with feared loss of a person who is considered significant. يعني قلق الانفصال هو القلق الذي يحدث عندما ال individual is confronted with feared loss of person who is considered significant، عندما يستشعر الإنسان أو يواجه الإنسان أو يخاف الإنسان من فقد إنسان عزيز عليه. ودائما هذه بنلاقيها مثلا في الأطفال، الأطفال المرتبطين بأهله وبأمه مثلا وأبوه، عندما يذهب إلى المدرسة وهي مرحلة كبيرة أو الروضة أو المرة ينفصل عن البيت ويروح لمجتمع آخر، ممكن يحدث له separation anxiety. أو الطفل مثلا إذا كان هينام في المستشفى بدون والديه، أيضا ممكن نلاقي عنده هذه separation anxiety. على سبيل المثال children at various stage of development، الأطفال في مستويات عديدة من التطور، such as infant زي الأطفال الرضع من 8 شهور ل 9 شهور، the baby at school age في مرحلة الأطفال، أيضا في مرحلة
طبعا السيبريشن انكزايتي ممكن تيجي عند الانفطام، فطام الطفل في الاشهر هذه، وفي مرحله السكول ايج، في مرحله المدرسه ممكن يحصل له سيبريشن انكزايتي، كان اكسبيرينس ذيس تايب اوف انكزايتي وين فيسينج سيبريشن فروم بيرنت اور سيجنفيكانت اذر، عندما ينفصل عن والديه او امه ممكن يحدث هذا القلق او السيبريشن انكزايتي. من ضمن هذه المشاعر ايضا من ضمن المشاعر الفير، الخوف. الفير هو أشد من القلق، يعني هو درجة أعلى من القلق. It is anxiety resulting from recognized danger. الفرق ما بين الفير وما بين الانكزايتي إن الانكزايتي يعني استشعار الخوف أو توقع الخوف. الخوف هذا أو المصدر الخوف غير معروف، غير معروف زي السيبريشن، مش عارف إيش اللي هيصير في الانفصام هذا. زي الواحد قلقل من الامتحان مش عارف ايش نتيجة الامتحان، قال عفوا الامتحان هيكون صعب سهل من اللي قراه واللي ما قراهوش، واحد مقدم على خطوة معينة وفي قلق معين دائما مش فاهم ايش العواقب. اما في الخوف لا، هو عارف الخطر نفسه اللي خايف منه. It is anxiety، هو خلقان from recognized danger، هاي الفرق، هو خلقان من خطر معروف بالنسبة له. It is aroused، ممكن يستثار by presence of an actual threat، يا إما حالة الخوف تستفز بسبب وجود الحقيقي للخطر presence of an actual threat or danger that currently present، أو الخطر إذا كان موجود على أرض الواقع حقيقة. الambivalence الازدواجية هو coexisting of two opposite impulses، يعني تعايش مع دافعين متعارضين تجاه toward the same things، تجاه الشيء نفسه في نفس الشخص in the same person، في لنفس الشيء لنفس الشخص في نفس الوقت، يعني في دافعين متعارضين coexisting of two opposite impulses، في عنا دافعين متعارضين toward the same thing، تجاه شيء نفس الشيء in the same person، لنفس الشخص at the same time، في نفس الوقت، يعني بحبه وبكرهه، بدي وبديش، دافعين متعارضين لنفس الشيء لنفس الشخص في نفس الوقت. هذا طبعا بنلاقيه في مرضى الفصام في الشخصية seen in schizophrenia hate and love at the same time، الكره والحب في نفس الوجه toward the same person، نفس تجاه نفس الشخص. يبقى حكينا الـ emotions الآخر كمان مرة الراجع أنواع، تكلمنا عن الـ affects وأنواعه flat affect plant affect labile affect inappropriate affect، ثم تكلمنا عن المود وقلنا في انواع المود depressed mood mood swings euphoric mood و elated mood، ثم نتكلم عن المشاعر الاخرى، تكلمنا عن anxiety اللي هو استشعار الخوف من خطر ما سواء كان داخلي او خارجي، والفير لا هو anxiety from recognized danger، هو قلق من خطر موجود سواء كان هيحدث او موجود حقيقي. اما الambivalence وهو ايش؟ الإزدواجية، دافعين متضاربين في نفس الوقت لنفس الشخص. طيب من ضمن هذه المشاعر أيضا الهوستيليتي أو العدوانية، هوستيليتي inability to express anger or resentment in another critical behavior problems. قلنا الهوستيليتي أو العدوانية inability to express anger or resentment in another or resentment، هذا المفروض نحط فاصلة أو نقطة عشان نفصل ما بين الجملة هيك بتكون صحيحة. inability to express anger or resentment هو عدم القدرة على التعبر التعبير عن الغضب بالكلام، فممكن تتحول هذه موجة الغضب تجاه تصرفات
عدائية خطيرة، تكسير، ضرب. إذ أذر كريتيكال بيهيفير بروبلم، طبعا من مساك الهوستوليتي أو العدوانية من مشاكل إيش السلوكية صعبة أو التي يصعب التعامل معها. environmental factors، العوامل البيئية زي السوشيال interaction، التفاعل المجتمعي، may further initiate the repression of this emotion. العوامل البيئية زي التفاعل قد تزيد من حدة هذه المشاعر. فبالتالي لازم التمريض nurse to need to remember that development of psychophysiological response is a result of complex interaction among many factors. لازم نفهم ان عدوانية المريض هذا عبارة عن تفاعل معقد ما بين الجوانب النفسية والفسيولوجية، فبالتالي لازم يكون المريض على الممرض على حذر وهو يتعامل مع العدوانية التي المتوقع أن يكون يواجهها من بعض المرضى. تلاقي في مرضى كتير بتزعج، مش قادر يعبر مثلا عن ألمه، فبيعبر عن إيش؟ عن غضبه. ممكن يتصرف أو يتلفظ بألفاظ غير مناسبة. لازم إحنا نتفهم هذا الأمر ونعرف إنه هذا مش طبيعة في هذا الإنسان، ولكن هو جزء من إيش؟ طبعا هو تعبير غير صحي، ولكنه لابد أن أتفهم هذا موجة الغضب. على النقيض وهو السيلف استيم، اللي هو تقدير أو الثقة في بالنفس. السيلف استيم اللي هو احترام الذات، defined as individual personal judgment about himself، هو حكم الشخص على نفسه، value وقيمة الشخص، that expressed by his attitude about himself، يعني والذي يعني نستطيع أن نحكم عليها من اتجاه الشخص تجاه نفسه. It is significant factor in personal health status، وهي من العوامل المهمة جدا في الحكم على أو العوامل التي تتحكم في صحة الإنسان طبعا النفسية والجسدية أيضا. When the individual is unable to communicate needs، لو الإنسان مش قادر إنه يناقش احتياجاته، سواء كانت هذا physiological needs مثلا الاحتياجات الفسيولوجية directly بشكل مباشر، there is resulting loss of self-esteem، مش قادر تعبر عن احتياجك، فبالتالي ليش؟ لأنك هذا دليل أو تعبير عن عدم إيش تقديرك إيش لذاتك، زي جبن، خوف، خايف من كلام الناس. By increasing the client's ability to directly express needs will increase likelihood the client will feel better about him or herself. وبالعكس، إذا كان الإنسان أو المريض عنده القدرة إنه يناقش بشكل مباشر عن احتياجاته وإيش اللي فاهم إيش اللي بده إياه وبناقش احتياجاته، هذا بيكون عنده سيلف استيم عالي. أما الإنسان اللي لا يعرف احتياجاته أو لا يعبر عن احتياجاته وإيش اللي بيرغب فيه، هذا بيكون عنده لو سيلف استيم. هيك بهيك بيكون خلصنا أو انتهينا من محاضرة إيش الموشن. يعطيكم العافية.